بنرحب بحضراتكم. وبعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة اللي استمر لمدة 3 ساعات تقريبا، تم إصدار القرارات الآتية. أولا، تعيين المستشار محمد نبيل محرم مديرا تنفيذيا للنادي. ثانيا، اعتماد الأجهزة الفنية والإدارية لكافة الألعاب الرياضية لموسم 23-24. إبرام واعتماد عقود اللاعبين المميزين مواليد 2005 و2006 بفرق الناشئين بكرة القدم بالنادي، وعددهم 18 لاعبا. رابعا، تعيين الأستاذ الدكتور محمد عمر سليمان أستاذ طب وجراحة العظام بكلية طب القصر العيني مستشارا طبيا متطوعا بالنادي. خامسا، اعتماد تحقيق الإدارة القانونية بشأن مخالفات وتجاوزات بعض الأعضاء العاملين بالنادي، وإيقاف من ثبت إدانته مدة تتراوح ما بين 6 أشهر وسنة ميلادية. وقد شمل الجزاء إيقاف أولياء الأمور حال وقوع المخالفة من الأبناء القصر، وشمل القرار 14 عضوا تأكيدا لسياسة إدارة النادي في فرض النظام والانضباط. سادسا، تعيين الكابتن محمد حلمي رئيسا لقطاعات الناشئين بكرة القدم. سابعا، اعتماد الهيكل الإداري للنادي والذي تم إعداده بمعرفة أحد أكبر المكاتب الاستشارية المتخصصة في مجال الهيكلة الإدارية. نشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ونلتقي بإذن الله فيما بعد الاجتماع القادم لمجلس إدارة نادي الزمالك. شكرا.